السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا شباب، هل بيكون الخراج ناضج بشكل كامل، بيعمل تفريغ كامل، يعني ما بيضل إلا القسم البسيط جدا جدا. يعني شوف الحجم قبل كيف كان، أو خلينا نقارن بين القدم اليسرى والقدم اليمنى، تقريبا ما ضل في فوارق. شوفوا شد نزل. فنضوج الخراج هو بيعمل عمل كبير ودور كبير في موضوع سرعة الشفاء. حط لنا بالله يود، راح نحط يود، حط كمان بالله، طبعا هذا اليود للتعقيم، راح نحط لنا يود، حط بالله كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.